قال لي في مرتجعة كانت عند عائلة وافدة. قلت لا لا يبها. لا العادة يكونون بموتون من التفين. جاتني والله أنا كسرت خاطري. أولاً جاية كأنها تشوف الأكل أول مرة. أنت إيش فيك؟ كيف صار لك هني؟ قالت 8 شهور مدام. زين فتشت الثلاجة المطبخ خارجي. كل هذا الأكل؟ هذا لي؟ قلت إيه أكلي. وشون؟ كانت تقول أنا معزبتي كيس الخبز تعطيني إياه وتقول لي هذا لك. تاكلينه في يوم، تاكلينه في يومين، تاكلينه في أسبوع وهو حق أسبوع. كيس الخبز ب50 فلس وفتشون حلوجهم علي لما أطلب رسوم على الطريق ولا الهواء اللي يشمونه. تشوف جبن، جبن شافت جبن كيري تقول هاي تاكلونه عن باجي اللي في البيت. قلت إيه. كانت تقول أنا كانت تعطيني بسكوت ميري إنتاج مطاحن الكرتون 300 فلس تعطيني 4 تقولي هذه حصتك للأسبوع ولا تبدين إيدك على الباجي. هذه معزبتها طبعا. قعدت أسولف أخذ الحكي. صيدلانية في إحدى المستشفيات اللي في المناطق الخارجية تقول لما شفتها تسيء معاملتي بديت أصورها. طبعا أنت تجيب شخص غريب في بيتك ما تعرف أطباعه ما تعرف خلفيته ما تعرف، وهذه احترت تنتقم خرعتني أنا وهي توريني الصور. جت تقول لي مدام شوفي كمية الأدوية اللي تجيبها يوميا من المستشفى وتصورها فيديو شلون لما يطقون عليها الباب تبيع كياس الأدوية تبيع الأدوية في شقتها.